تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600 واحد أربعة أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006 صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المستمعين واسعد الله اوقاتكم بكل خير واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم صحه وسعاده. صحه وسعاده برنامج تقدمه لكم هيئه الصحه بدبي بالتعاون مع مؤسسه دبي للاعلام وعبر هذه الاذاعه المميزه اذاعه نور دبي وبالمشاركه مع مستشفى الزهراء ليكون نافذه مفتوحه على مؤسسات المجتمع وافراده وساحه تفاعل ما بين طموحات الهيئه ورغبات جمهور المتعاملين وايضا في هذا البرنامج نحاول طرح مختلف المواضيع الصحيه والطبيه التي تشغل بال الجميع سواء كانت محليه او عالميه. مع اشراقه هذا الصباح ومثل ما عودناكم دائما نطالعكم بمجموعه من الاخبار التي صدرت في وكالات الانباء المحليه والعالميه. اول خبر عندنا يقول رونالدو يروج حمله صحه دبي للتبرع بالدم عالميا. أطلقت هيئة الصحة بدبي حملة استثنائية للتبرع بالدم أمس تحت عنوان كن الأول في التبرع بالدم والتي يروج لها عالميا من خلال نجم كرة القدم البرتغالي ونجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو وتستهدف الهيئة من حملتها التي بدأت أمس تنميه الوعي المجتمعي بقيمه واهميه التبرع بالدم وتحقيق اعلى وفره ممكنه من الدم المخصص لانقاذ ارواح المصابين والمرضى والخاضعين للعمليات الجراحيه المختلفه. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئه صباح امس بحضور معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الاداره المدير العام للهيئه والعديد من الشخصيات المجتمعيه والمسؤولين في الجهات المعنيه والمتخصصه في مقدمتهم سعاده ابراهيم عبد الملك الامين العام للهيئه العامه لرعايه الشباب والرياضه وسعاده سعيد حارب امين عام مجلس دبي الرياضي وسعاده خليفه بن دراير المدير التنفيذي لمؤسسه دبي لخدمات الاسعاف حيث استهل معالي القطامي الحمله متبرعا بالدم تبعه العديد من المسؤولين. في الوقت نفسه اعدت الهيئه من خلال مركز دبي للتبرع بالدم جميع التجهيزات اللازمه من الحافلات وبنوك الدم المتنقله لانطلاق الحمله في ربوع دبي صاحب ذلك بدء حملة دعائية موسعة في مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والمواقع الجغرافية المميزة حيث تم استخدام النسخة العربية للحملة التي يتولى الترويج لها نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو. إذا يعني هذه من الحملات الجميلة والقوية التي يجب علينا أن نساهم بها بشكل أو بآخر. يعني نحن نتكلم آه عن 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 حملة فيها جوانب كثيرة من الإنسانية، جوانب كثيرة من العطاء، ونحن بنسلط الضوء أكثر في الجزء القادم من البرنامج على المواضيع اللي اللي تخص الحمله، كيف الواحد ممكن يشارك في هذه الحمله، ما هي الحمله؟ ايضا بنتطرق لموضوع الدم وفوائد التبرع بالدم فخلكم معنا يعني لا تروحون بعيد، ايضا مستمعينا أه اليوم عندنا بعد حدث مهم نحاول كذلك نتطرق له ومنحاول نروح على مستشفى راشد من خلال مراسلنا بنشوف شو عندهم هناك وعندهم شيء جميل ما هم ما بيخبرونكم انا ما بقولكم لكن خلونا شوي نتكلم على بعض الاخبار الغذائيه اللي انتم دائما ما تحبونها يقولون الشمندر الشمندر شوفي صديق المعده والكبد مجله فرويندين الالمانيه افادت بان البنجر او الشمندر يعد صديق للمعده والكبد حيث انه غني بالالياف الغذائيه التي تتمتع بتاثير ايجابي على عمليه الهضم ويسهم كذلك في تناول يعني تناول طبق صغير منه يوميا يسهم في الحد من الاصابه بالامساك والبواسير واضافت المجله المعنيه بالصحه والجمال ان الشمندر يزخر ايضا بماده البياتيين التي تسهم في الحد من تجمع الدهون بالكبد مما يعمل على تحسين وظيفه الكبد وبالاضافه الى ذلك يحتوي الشمندر على النترات التي تعمل على تحسين سريان الدم في الجسم مما يسهم في خفض ضغط الدم المرتفع ومن ثم الوقايه من الامراض امراض القلب والشرايين من ناحيه اخرى يعد الشمندر منجما للمعادن والفيتامينات كالحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين ب ايضا من بين الأخبار اللي تخص التغذية عندنا في خبر يقول الشوكولاتة لعلاج التجاعيد ومشاكل البشرة هذا بيستانسون اللي يحبون الشوكولاتة ولا إذا إذا يوسف معانا ممكن ممكن ناخذه قبل الفاصل في عندنا وقت دقيقه باقي لا خلاص مناخذ بعد الفاصل زين يقولون ابتكر علماء بريطانيون نوعا جديدا من الشوكولاته ذات وظيفه تجميليه تفيد في الحفاظ على نقاء البشره وازاله التجاعيد منها ولم يعد طعم الشوكولاته اللذيذ هو السبب الوحيد في اقبال الناس على اقبال الكثيرين على تناولها فقد اكتشف العلماء فوائد اخرى للشوكولاته بعد ان قاموا بانتاج ما اسموه الشوكولاته التجميلية يعني نحن من غير تجميل مو خالصين بعد الحين سووها تجميلية انزين سمعوا يقول تفيد ان هذه الشوكولاته التجميليه تفيد في ازاله التجاعيد وتزيد من تدفق الدم وتساعد على استعاده نضاره البشره. يقول العلماء بان تناول سبعه من خمسه الى سبع جرامات من هذه الشوكولاته يوميا ستظهر اثاره الايجابيه خلال ثلاثه اسابيع. حيث أنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي تقلل من نسبة الكوليسترول السيء كما تحتوي على 38 سعرة حرارية فقط بالإضافة إلى 72% من نوع خاص من الكاكاو وتم تطوير هذا النوع التجميلي من الشوكولاتة بعد دراسة أجرتها جامعة كامبرج وسيتم كشف النقاب عنه في مؤتمر التطوير الغذائي العالمي الذي سيقام في لندن في الشهر المقبل بحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية يلا نتريه أنا واحد يعني بغض النظر عن أنه ممكن يساعد على التجميل أنا أحب الشوكولاتة الصراحة ف يعني الشوكولاتة فيه فايدة زين ما ما لا بس هذا كم سعره بيكون من أسعار عمليات التجميل يمكن ولا ارخص <applause> عموما نحن مثل ما وعدناكم من بنتواصل معاكم في مواضيع مهمه جدا بعد الفاصل بنتكلم عن حمله كون الاول في التبرع بالدم والتي انطلقت بالامس ومثل ما قلنا لكم هذه يروج لها عالميا نجم الفريق الملكي ريال مدريد كريستيانو رونالدو فاللي يشجع برشلونة يتابعنا زين مو باللي يشجعون ريال مدريد بس وخلاص انه ما بيشاركون في الحملة لا الحملة موجهة كحملة انسانية خلونا نطلع فاصل لان بنضرب بعد شوية صحة وسعادة اسعد الله اوقاتكم مره اخرى مستمعينا الكرام واهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من برنامجكم صحه وسعاده والذي تقدمه لكم هيئه الصحه بدبي بالتعاون مع مؤسسه دبي للاعلام وعبر اذاعتكم المميزه دائما اذاعه نور دبي. مستمعينا بدينا الحلقة بخبر عن التبرع بالدم وعن إطلاق الحملة الخاصة هذه الحملة الاستثنائية للتبرع بالدم والتي جاءت تحت عنوان كون الأول في التبرع بالدم. هذه الحملة يروج لها عالميا نجم كرة القدم البرتغالي وريال مدريد كريستيانو رونالدو وتمت الإشارة إلى أهداف الحملة التي من بينها توعية أو تنمية الوعي المجتمعي بقيمة وأهمية التبرع بالدم، تحقيق أعلى وفرة ممكنة من الدم المخصص لإنقاذ أرواح المصابين والمرضى والخاضعين للعمليات الجراحية المختلفة أيضا نحن محتاجين أعتقد تفاصيل أكثر عن هذه الحملة كيف راح نتبرع وين ممكن نتبرع وليش لازم نتبرع بالدم كل هذه الاسئله ما نطرحها على طاوله النقاش مع ضيفتنا في الاستوديو الدكتوره مي رؤوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم بهيئه الصحه بدبي حياك الله معانا دكتوره الله يحييك الله يسلمك دكتوره انا بس بطلب منك تقربين من المايك عشان المستمعين يسمعون الصوت بشكل واضح وخلينا دكتوره ذكرنا التقينا في حلقه سابقه تحدثنا عن الحملات التوعويه اللي تقومون بها بشكل عام في مركز دبي للتبرع بالدم. اليوم شو الفرق بين هذه الحمله اللي تسوونها حمله كن الاول بالتبرع بالدم والحملات السابقه. آه الله يحييك وشكرا على هذا اللقاء. آه طبعا حمله كن الاول بالتبرع بالدم هي حمله عالميه اطلقها لاعب الكره رونالدو الهدف منها جذب الشباب وتوجيه اهتمامهم للتبرع بالدم لان طبعا التبرع بالدم عمل انساني نبيل ولان خلق قاعده من الشباب كمتبرعين بالدم منتظمين يدعم منظومه سلامه نقل الدم في اي دوله هذه الحمله هي توعويه وتثقيفيه تهدف إلى وعي نشر الوعي حول عملية التبرع بالدم وسلامة المتبرع أثناء التبرع بالدم عشان في كثير ناس يتخوفون من التبرع بالدم والحين بعد شوي بعطيك إحصائيات أجريناها على مدى معرفه الناس بالامور الخاصه بالتبرع بالدم فهي حمله توعويه وتثقيفيه بالاضافه لهذا تروج فكره الحاجه الى مشاركه الحياه عن طريق التبرع بالدم لان دائما المتبرعين بالدم يتبرعون لمرضى في أكثر الأحيان سوف لن يروهم في حياتهم يعني يتبرعون لناس لا يعلمون منهم هؤلاء الأشخاص ونريد أن نوصل للجمهور أن عملية التبرع بالدم هي عملية آمنة وسليمة تعود بالفائدة على المتبرع لأن في فوائد للتبرع بالدم بالإضافة لأنها عمل إنساني يساهم في إنقاذ حياة المحتاجين ونوجه طبعا كل الشكر والتقدير للمتبرعين بالدم أثناء هذه الحملة طبعا الإمارات هي أول دولة في الشرق الأوسط لتبنيها هذه الحملة العالمية اللي يطلقها رونالدو. هني هني في سؤال يقول ليش اخترتوا رونالدو بالتحديد؟ رونالدو هو متبني هذه الحملة على مستوى العالم لأنه هو طبعاً شاب نجم محبوب. يعتني بصحته، يعني هذه اشياء شخصيه حول شخصيه رونالدو، يتبرع دائما بالدم هو من المتبرعين المنتظمين بالدم، يحرص انه ما يتناول كحول ولا يعمل تاتو في جسمه عشان يكون دائما شخص لائق للتبرع بالدم، فهو اطلق هذه الحمله يريد يعني يجذب الشباب ويجعل التبرع بالدم اسلوب من اسلوب الحياه يعني فدعم للأعمال الإنسانية جميل دكتور أنت ذكرتي م. موضوع التاتو أو الوشم نعم آه هني أبغي تفسير علمي إذا م. كان آه هذا لاعب كرة القدم عنده وشم في جسمه وكذا هل مسموح أنه يتبرع بالدم ولا مش مسموح؟ هو اللي يعمل تاتو أو وشم يمنع من التبرع بالدم لمدة سنة من تاريخ الوشم. اجراء الوشم لانه مرات تنعمل هذه الوشم في مكانات تكون ملوثه فيها ابره تكون في تماس مع الدم وممكن الدم طبعا ينقل امراض فيروسيه ف... فيمنع الشخص اللي عامل وشم لمده سنه من التبرع بالدم طيب نعم. بس على اساس أنه تضمنون صلاحيه الدم لا الدم طبعا في اجراءات جدا دقيقه وطويله بالنسبه للدم لكن تبقى في فيروسات في لها فتره حضانه اللي ما تكتشف عدد نسبتها جدا قليله لكن حتى هذه النسبه القليله عشان سلامه نقل الدم فهذه متطلبات عالمية أنه الشخص اللي مثلا عامل عملية جراحية أو اللي مسوي مثلا وشم فما يحبذ التبرع لمدة سنة لتجنب أن يكون في فيروس في فترة الحضانة ما ممكن أن نكتشفه بالفحوصات الروتينية أنا في الجزء الأخير من البرنامج باخذ تفاصيل التبرع بالدم دكتورة من عندك منها, منها نذكر المستمعين كذلك بأهم المعلومات خلينا نرجع للحملة نتكلم عن أهداف هذه الحملة ما هي الأهداف التي تسعون لها من خلال هذه الحملة أحنا بس أحب أن أخبر الجمهور انه احنا في مركز دبي للتبرع بالدم وبتعاون مع مركز نقل الدم في وزاره الصحه اجرينا خلال الاشهر السابقه دراسه بسيطه حبينا نعرف شو معلومات الجمهور عن التبرع بالدم تم طبعا في استبيان است... است... تم توزيعه على 992 شخص من مختلف الفئات العمريه لكن اللي تبين عندنا انه في هذا الاستبيان انه 30% من المشاركين لا يعرف يشوفون صنف دمهم في 70% من المشاركين كانوا من الذين لم يتبرعوا بالدم سابقا. وعندما سالناهم مجموعه اسئله ليش ما يتبرعون؟ ليش هم ليسوا من المتبرعين بالدم؟ 59% من المشاركين اجابوا بانه لا يعلم اين يقع مركز التبرع بالدم. وفي ستة يعتقد أن التبرع بالدم ممكن أن ينقل أمراض فيروسية أو معدية للمتبرع وفي 19% لم يتبرع لانه لم يطلب احد منه التبرع بالدم. فبصراحه هذه طبعا الدراسه هي كان فيها 60 سؤال واكتشفنا من خلالها انه حقيقه احنا بحاجه الى توعيه للجمهور عن التبرع بالدم، فوائده، وين تقع مراكز التبرع بالدم، وين يقدرون يتبرعون بالدم، بالاضافه لانه نطمن الجمهور أن التبرع بالدم في فحوصات قبل التبرع وكل المواد اللي مستخدمه في التبرع تستخدم لمره واحده لا يمكن ان يصاب هو بمرض معدي من خلال التبرع بالدم وانه التبرع بالدم خص احنا يعني طالقين هذه الحمله نريد ان نجذب الشباب لان هم الدعامه الاساسيه لبرنامج تبرع بالدم مستديم لانه اذا يتبرع من هو صغير بالعمر يعني من هو يكون شاب من 18 سنه الى 21 سنه الى 25 سنه يكون هذا اسلوب حياه فيستمر بالتبرع وبهذا يكون عندنا قاعده من المتبرعين بالدم الطوعيين متينه وعريضه ممكن انه نتاكد من سلامه برنامج التبرع بالدم الوطني في دوله الامارات. جميل. فلذلك احنا حابين يعني نطلق هذه مع كل هذه المعلومات مع كثير من البرامج طبعا مثل هذه اللقاءات ولقاءات ثانيه أه الحملات اللي نعملها في مختلف المكانات لحتكون مصاحبه للاعلام فالاعلام طبعا هو الوسيله الوحيده لنشر الوعي وال يعني هو واحد من الوسائل المهمه في نشر الوعي للجمهور جميل أه أه دكتوره هني ابغي اسال عن مده الحمله ونطاقها هل هي مقتصره فقط على اماره دبي ولا هي ممتده على دوله الامارات احنا الحين اطلقناها في دبي والبارحه بالمؤتمر الصحفي كنا حريصين ان يحضرون ممثلين عن خدمات نقل الدم في الدوله من هيئه الصحه من صحه في ابو ظبي ومن وزاره الصحه واحنا طبعا طالقيها لتوعيه الجمهور في في جميع دولة الإمارات أه ومثل ما قلت أنه إحنا نفخر أنه الإمارات أه الحمد لله أول دولة في الشرق الأوسط تطلق هذه المبادرة أه تم إطلاقها في إيطاليا وتم إطلاقها في بلجيكا بس حسب الـ الـ التقارير اللي جت من هذه الدول أنه لأول مرة تطلق بهذا الاهتمام طبعا أنه من يحضرون مسؤولين ويتبرعون بالدم دم هذا كله تشجيع وتوعية للجمهور وهي طبعا امتداد للمبادرة الدمي الوطني مبادرة دمي الوطني اي طبعا يعني القت نجاح بهر من طبعا شيوخنا يتبرعون بالدم فطبعا الناس تحب انه تتبرع بالدم فهذا امتداد لمبادرة ثانية ان شاء الله نتامل انه يستجيبون الشباب و ويتفاعلون معها مع نعم. دكتوره المستفيدين من أرصدة الدم لديكم يعني هذه الأرصده اللي تجمعونها من الدم منو اللي يستفيد منها؟ طبعا الدم قد ما نسحب احنا نصرف ما في عندنا اتلاف للدم لان الحاجه متزايده للدم حسب ما بينت احصائيات مركز دبي للتبرع بالدم لعام 2015 انه تقريبا 38% من الدم يذهب الى مركز الثلاسيميا لان يعني احتياجاتهم للدم كبيره زائدا 15% من الوحدات الدمويه الخاص حاليا المركز يصرف دم الى 39 مستشفى خاص في اماره دبي بالاضافه الى طبعا دم الباقي يتوزع على مستشفيات هيئه الصحه. جميل انا عندي مجموعه من الاسئله دكتوره من الجمهور بحولها على الجزء الثاني من البرنامج لكن خلونا نطلع فاصل ونتواصل مع الدكتوره مي رؤوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم وما نتعرف أكثر على المواضيع الخاصة بالحملة وأيضا المواضيع الخاصة باستفساراتكم عن التبرع بالدم فاصل ونرجع لكم صحة وسعادة أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام وحياكم الله معنا في حلقة جديدة والجزء الأخير من برنامج صحة وسعادة لهذا اليوم والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي قبل الفاصل كنا نتحدث عن حملة كون الأول في التبرع بالدم والتي أطلقتها هيئة الصحة بدبي وذلك من خلال حملة يعني ارتأت ان تستضيف الحمله اللي يروج لها نجم الكره العالمي نجم كره القدم البرتغالي وريال مدريد كريستيانو رونالدو طبعا معايا في الاستوديو ما تزال دكتورة مي رؤوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم دكتورة نحن تحدثنا عن هذه الحملة أهدافها ولماذا اخترت نجم النجم كريستيانو رونالدو فكل كل كل هذه المواضيع دكتورة ما نستكملها لكن عندنا فقرة تثقيفية نحن متعودين ان نسمعها في الحلقه اليوم اعتقد هي لها علاقه بالدم خلونا نسمعها وما نرجع نستكمل الحوار شو يا سعيد وجهك كتير مصفر ها؟ انت منك بحاجة لطبيب تجميل انت بحاجة لطبيب صحة عامة وإذا كمان اللون تحت شفونك باهي فمعك فقر دم مم. ومن الأعراض كمان الخمول والأرهاق والصداع وضيق النفس 25% من البشر تقريبا معهم فقر دم أو مليار و620 مليون إنسان منهم 43% من الأطفال و29% من النساء فقر الدم جاي من انخفاض تركيز الهيموجلوبين بكريات الدم الحمراء وهالانخفاض سببه نقص الحديد انت يا سعيد كرجل بحاجة لتسعة ملي من الحديد يوميا مقابل 16 ملي جرام للنساء و30 ملي جرام للحوامي والحوامي المعرضات أكثر من غيرهم لفقر الدم في يكون وزنك زايد ومعك فقر دم الوزن ما له إلو علاقة إنما لأنك ما بتاكل أطعمة غنية بالحديد مثل اللحوم والدجاج والبيض وثمار البحر والعدس والفول خليكم مثل الحديد وعساكم دوم بصحه وسعاده اذن لكم مستمعينا الكرام ومن سعيد اللي اليوم شاحب وفي فقر دم دكتوره في عندي مجموعه اسئله بس كانوا الجمهور يسالون عنها يقولون واحد من الاسئله هل التبرع بالدم يتاثر بالاعصاب كيف يعني يتأثر بالاعصاب؟ عت... آه. 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 طبعا التبرع <applause> بالدم بالعكس يفيد الاعصاب دائما المتبرعين بالدم المنتظمين اللي متعودين يتبرعون بصوره مستمره منتظمه آه يحبون يستكملوا مرات مثلا يجي المتبرع هو متبرع عده مرات ولاي سبب مثلا تقول له انه هالمره ما حتقدر تتبرع لشيء يعني مثلا طبي فبيتضايق لان التبرع بالدم بالعكس بيريح المتبرعين متبرعين بصوره منتظمه ويساعد على هدوء الاعصاب. طيب دكتوره في سؤال يقول اذا مريض السكري يقدر يتبرع بالدم؟ مريض السكري يقدر يتبرع بالدم اذا العلاج اللي يتناوله هي حبوب لتنظيم نسبه السكر وانه نسبه السكر في يوم التبرع بالدم تكون طبيعيه، بس احنا ما ناخذ المتبرعين اللي ياخذون الانسولين كعلاج لانه يكون مستوى الجلوكوز غير ثابت فحفاظا على صحه المتبرع ما نحبذ ناخذ شخص يعتمد على الانسولين في علاجه. يقول برنامج صحه وسعاده الظاهر انه برنامج ابو عمر عداكم في الفواصل، لا والله الحين الفواصل هذه مو بيدينا هذه من من اداره القناه يعني وبالعكس نحن بديناها من بدينا البرنامج هي نفس الفواصل ونفس المده ما زادت ولا قلت. عموما آه نرجع نتكلم دكتوره عن آه حملتكن الاول في التبرع بالدم. ليش اخترتوا هذا الشعار؟ آه هو شعار الحمله انه آه كن الشخص الذي يتبرع بالدم يعني كن هذا one. الشخص يعني بي هي يعني الشعار ما نقدر نغيره لان هو نجم الكره طالقه بهذه الطريقه فاحنا تمسكنا به بس الفكره من عندنا أنه, انه كن الشخص الذي يتبرع بالدم ويساهم في انقاذ حياه المرضى المحتاجين صحيح نعم بس ما معناه انه كن رقم واحد يعني بس كن احد الاشخاص اللي يتبرعون بالدم ويساهمون في انقاذ حياة المرضى يكون الشخص, يكون, يكون, هذا الشخص يعني. يكون هذا الشخص بس احنا بالعربي شوي من نترجم للانجليزي شوي مرات ده. بس, هي كن كن بس كن الأول في التبرع بالدم يعني كن الشخص يعني بادر قبل غيرك خلينا نقول إنه صحيح في التبرع بالدم جميل دكتورة مركز التبرع بالدم يعني إذا برجع للإحصائيات اللي سويتوها في السنة الماضية يعني ثمانية وأربعين ألف وميتين وستة وحدة جمعها مركز دبي للتبرع بالدم العام الماضي أيضا من الأرقام الجميلة لهذا المركز 227900 متبرع طوعي نعم. مسجل في, في هذا المركز نعم. آه هني هذه الكميات الكبيرة من الوحدات اللي انتم جمعتوها ما ادري هل هي وانت تقولين انه ما في آه، ما في ما في اتلاف لهذا الدم م. وهذا العدد اللي اللي بامانه يعني اشوف عدد كبير بالنسبه للمتبرعين آه بالدم يا ترى اين تذهب؟ آه، هذه الكميات طبعا كلها. يعني احنا الوحدات اللي نسحبها وجميع بنوك الدم يعني في كل دول العالم في يكون في عندها نظام انه تمنع اتلاف الدم، بصرف الدم حسب تاريخ التجميع. انا ما اتكلم دكتوره إيه. اين تذهب يعني الاماكن لا، انا اتحدث عن اين تذهب في ماذا تستخدم بالضبط؟ م. كيف يتم نعم. تفصيل آآ نعم. هذه العينات يعني من الدم؟ دواعي استخدام الدم ومكوناته، طبعا في كثير من الحالات المرضيه اللي تحتاج الى نقل الدم الثلاسيميا مثلا الثلاسيميا مثلا مرضى الثلاسيميا يحتاجون الى كميات مديني. كبيره من الدم لأنه يتم نقل الدم لهم بصورة مستمرة والمريض الواحد يأخذ أكثر من وحدة دم واحدة في بعض الحالات طبعا حالات النزف المصاحبة للولادات العمليات الجراحية الروتينية في طبعا حالات مرضيه مثل الله يشفي الجميع حالات مثلا الاورام، السرطانات، سرطان الدم، حالات الوراثيه اللي فيها نزف دم فالحاجه الى الدم ومكونات عمليات القلب المفتوح طبعا هذه من العمليات اللي تستنزف كميات كبيره من الدم، حوادث الطرق وال والسير طبعا صحيح ففي دكتور حاجه نعم دكتوره تقسيم تقسيم العينات هذه انا اعتقد انتم عندكم حتى نوع ثاني من التبرع تبرع بالصفائح الدمويه نعم. نعم. كذلك نعم. ابغي اعرف الفرق ما بين هذه الامور وايضا تركيبه الدم كيف يتم تقسيمها؟ نعم دم التبرع بالدم طبعا الاكثر الموجود هو تبرع بالدم الكامل التبرع يطول سبعة إلى عشر دقيقة وبعدين الدم من يجمع في كيس ما يكون هذا هو الناتج النهائي أه. يتم أخذه إلى المختبرات المختصة ويتم فصله إلى دم كريات دم مركزة وهي اللي تستخدم مثلا لعلاج فقر الدم لأن فيها كريات دم حمراء تحتوي على الهيموغلوبين حق و... سعيد حق سعيد وفي نطلع منتج ثاني اللي هو بلازما الدم وبلازما الدم بعوامل التخثر وبسوائل فيستخدم مثلا للمصابين بالحروق يستخدم بال تعويض عن كميات السوائل المفقوده من الجسم وهذه لها استخداماتها الخاصه يبقى التبرع بالصفائح الدمويه هو تبرع على جهاز خاص يتم سحب صفائح دمويه من المتبرع بالدم وتستخدم لحالات النزيف هي مسؤوله عن تخثر الدم في الانسان فاذا شخص مثلا يكون عنده نقص في صفائح الدمويه او يكون عنده عدد طبيعي من الصفائح الدمويه لكن عملها مختل فيحتاج الى صفائح وحياتها خمسة ايام فقط فلذلك نضطر دائما نحن نعمل ونصرف ونجمع لان فتره وهي صفائح تاخذ وقت حتى بعد في عملية تأخذ ساعه كامله العمليه زائدا طبعا الفحوصات قبلها يعني أول هذا ساعة اللي يتبرع ونصف. بالصفائح الدمويه هذا انسان جدا آه يعني راقي اكيد اكيد جداً طبعا راقي طبعا وصبور اي يعني يقعد ساعه أكيد كامله ويتبرع بالدم هذا انا اعتقد ان هذا انسان جدا يعني وصل قمه في في الرقي والاخلاق والعطاء دكتورة نسب الهيموغلوبين أنتم دائما يعني تقيسون نسب الهيموغلوبين عند المتبرع نعم. في عندي أحد الأسئلة يقول أنه كانت عنده نسبة معينة اللي هي 8.17 أو 17 ما أعرف كيف تنقر النسبة لكن قال أنه قبل رفضه وإني أنا تبرع ليش؟ احنا طبعا الهيموغلوبين نسبه خضاب الدم اسمها لازم تكون بالمستويات مو بس الطبيعيه هو طبعا الطبيعي رينج في اقل واعلى نسبه طبيعيه لكن احنا نحرص انه ما ناخذ حتى باقل طبيعي شوي نحط فوق الطبيعي آه على على يعني إيه؟ حتى بعد التبرع بالدم يبقى هو في المستويات الطبيعيه. صحيح. بالنسبه للاخ اللي يقول انه 17 يمكن 17 ونص إيه؟ يعني دم عالي الهيموجلوبين هذه ما يفضل التبرع بها لانه نخاف انه يكون في مرض ثاني لان بعض الامراض آه من اعراضها انه زياده في كثافه الدم فالهيموغلوبين مم. يكون اعلى من الطبيعي. جميل. فحفاظا على صحه المتبرع وفي اسباب نرفض بها المتبرع حفاظا على صحه المريض متلقي صحيح الدم صحيح. فاحنا دائما نحاول انه ناخذه بالرينج الطبيعي اقل شيء بالطبيعي ما ناخذ حتى لسلامته يعني طيب دكتوره بعد يبغون توضيح اكثر على موضوع الدمويه شو هو اذا اذا ممكن نبسطها دكتوره نعم. لهم عمليه التبرع نعم. بالصفائح الدمويه نعم. عمليه التبرع بالصفائح الدمويه هي عن طريق جهاز خاص يعني يقعد المتبرع وتدخل ابره في نفس المكان التبرع بالدم العادي <applause> لكن الجهاز هذا بياخذ كميه من الدم وفي جهاز طرد مركزي يفصل الصفائح الدموية ويرجع باقي الدم إلى المتبرع فهي تجي يعني دورات ينسحب الدم تنأخذ الصفائح تتجمع في كيس ويرجع الدم للمتبرع مره ثانيه، بس طبعا حتى يطلع الدم من جسم الانسان وما وي... يتخثر لان طبعا دم الانسان بس يطلع من الجسم يتخثر، فلذلك يتم اعطائه يعني ترجيعه مع ماده مانعه للتجلط والتخثر، وهي طبعا عمليه سليمه وامينه وكل المواد المستخدمه طبعا تستخدم لمره واحده، وفي طبعا الها مواصفات يعني الصفائح لازم تكون بمستوى معين، الوزن يكون مستوى حد معين حتى ما يكون في اي اعراض جانبيه للمتبرع. المتبرعين ممكن انه عن طريق الهاتف يتصلون فينا او يجون للمركز عندنا ونعطيهم المشوره والمعلومات الكافيه عن التبرع بالصفائح الدموية التبرع الكامل. دكتور انا قبل انهي هذا اللقاء ابغي بس اتحدث عن شغلتين، الشغله الاولى كيف يمكن المشاركه في هذه الحمله؟ حملة تكون الأول في التبرع بالدم أين يمكن أن يتوجه الجمهور في هذه الحملة؟ أه أيضاً نعيد باختصار الفوائد الصحية للتبرع بالدم. طبعا بالنسبة للمشاركة في الحملة مركز دبي للتبرع بالدم مفتوح لاستقبال المتبرعين الراغبين بالتبرع بالدم ويفتح من الساعة السابعة ونصف صباحا إلى الساعة السابعة مساء من يوم الأحد إلى يوم الخميس فأهلا وسهلا بكم بالنسبة إلى طبعا حملات التبرع بالدم عن طريق بنك الدم المتنقل اللي هي حافلة التبرع بالدم فهي تجوب مختلف الأماكن في دبي وممكن الاتصال بالمركز لمعرفه وين مكان الحمله في اليوم اللي يرغب فيه الشخص التبرع بالدم فاهلا وسهلا بكم وان شاء الله ننتظر الجمهور للتقدم خاصه اللي الشباب الذي لم يسبق لهم ان تبرعوا بالدم فاهلا وسهلا بهم بالنسبة لفوائد التبرع بالدم نعم. فطبعا الدم تبرع بالدم خصوصا المنتظم يساهم في التقليل من نسبة تجلط الدم يساهم في نشاط الدورة الدموية ونخاع العظم ويجدد خلايا الدم دائما يشعر المتبرع بالتجديد وأنه صحته صارت أحسن صار خفيف بعد التبرع بالدم يقلل من نسبة الجلطات الدماغية بعد ايه نعم نعم ايه. التبرع بالدم المنتظم يقلل من كثافة الدم فيقلل من نسبه الاصابه بالجلطه الدماغيه والقلبيه والقلبيه بعد صحيح نعم. ايضا آه ويخلصنا كذلك من الحديد الزايد والحديد الزايد عند مثل المدخنين او الاشخاص اللي يكون عندهم نسبه حديد زائد طبعا التبرع بالدم بيقلل من نسبه الحديد اذا آه هو يفيدك ما يضرك آه وعمل انساني طبعاً وعمل طبعاً انساني آه راقي جدا آدم. راقي جدا هذا العمل، عمل يعني من اروع ما يمكن ان تقدمه أه لأخوك في الإنسانية ما بقول أخوك في الإسلام ما بقول أخوك في الدين لا أخوك في الإنسانية من ما كان هذا الدم ممكن أنت اليوم تبرعت فيه ممكن تنحط في موقف أنك أنت تحتاج مثل هذا الدم ف ندعوكم للمشاركة في هذه الحملة مركز دبي للتبرع بالدم يتواجد في حرم مستشفى لطيفة بتشوفون المبنى الحين مغطى بصور رونالدو ممكن فممكن توصلون هناك وان شاء الله ان شاء الله يعني أه تكون تكون في زياره للاعب كذلك ان شاء الله في شاء المستقبل الله. شاء للمساهمه كذلك في تشجيع الناس على 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 المساهمه في هذه الحمله عموما أه انا بتوجه دكتوره مي عندنا فعاليه جدا كبيره بعد قليل سوف أه تشهد يعني أه طفره كثير كبيره في هيئه الصحه الطفره يعني شاهدناها في الفتره الاخيره هيئه الصحه كانت عندها حزمه من الانجازات المتلاحقه في سياساتها ومشاريعها وخدماتها اللي توفرها لجمهور المتعاملين معها من بين ما تم انجازه مؤخرا مجموعه توسعات جديده مهمه في مستشفى راشد وكذلك اطلاق نظام جديد للتامين الصحي في اماره دبي عن هذا الحدث المهم نحن ما ننتقل مع زميلنا الاستاذ يوسف سعد مراسلنا في صحه وسعاده اللي يتواجد في ارض الحدث في مستشفى راشد مرحبا يا يوسف صباح الخير محمود صباح الخير صباح النور يوسف سنين. على السريع اشرح لي شو اللي قاعد يصير على السريع قبل قليل محمود وصل اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وزير الماليه رئيس هيئه الصحه لتدشين مجموعه او اعمال التوسعات التي شهدتها مستشفى راشد مؤخرا والتوسعات عباره عن طابقين هو الثاني والثالث في المستشفى آه يضمان آه ست اقسام آه متخصصه للعمليات الجراحيه الدقيقه والمعقده ومجموعه آه كبيره من آه غرف العنايه الحرجه فائقه المستوى. جميل. آه بمجموع او باجمالي السره 159 آه سرير. وده محمود بيخلي المستشفى او بهذه التوسعات تكون مستشفى راشد من في صدارة المستشفيات على مستوى منطقة الشرق الأوسط فيها في العمليات الحرجة وطب الطوارئ والحوادث والإصابات ما شاء الله يوسف أيضا نحن كنا نتحدث عن عن شغلة خاصة بالتأمين أن بيتم اطلاق نظام جديد للتأمين الصحي نعم بجانب بجانب تدشين سمو الشيخ حمدان بن راشد للتوسعات الجديده سيطلق سمو بعد قليل نظام منظومه التامين الصحي المطوره التي استحدثتها هيئه الصحه لفتح المجال امام حاملي بطاقات التامين الصحي الخاصه او الصادره عن الشركات الخاصه للعلاج في المستشفيات الحكوميه التابعه لهيئه الصحه وده محمود بيبدا من مستشفى راشد اليوم <applause> وتباعا في في الفترة المقبلة إن شاء الله بيتوسع لباقي مستشفيات الهيئة جميل آه يوسف آه يعني بشكل عام ماذا نستطيع أن نقول عن هذا الحدث آه هذا الحدث محمود بمثل آه طفرة نوعية ما أنت أشرت أو تحول آه نوعي مهم جدا في الخدمات الصحية أو القطاع الصحي في دبي آه هذه الطفرة بتعزز من فرص وجود بتعزز من صداره دبي على خريطه الصحه وبتعزز من صدارتها في على خريطه السياحه العلاجيه اللي كان قبل اسبوع شهدت اطلاق هذا المشروع الطموح التخصصات والعمليات النادره والدقيقه جدا التي ستتولاها مستشفى راشد آه، ستفتح المجال هي اصلا في ضغوط هناك على المستشفى محمود من آه، القاصدين للعلاج ومميزة مميزه من داخل الدوله وخارجها صحيح. مع افتتاح التوسعات الجديده بهذا المستوى الراقي آه، رفيع المستوى آه، وهذه التجهيزات آه المتقدمه كلها تطبيقات ذكيه محمود الاسره الاسره فيها تجهيزات آه ووسائل ذكيه جدا لمتابعه المرضى ومتابعه حركتهم هذه هذه يوسف نحن ما نتطرق لها ان شاء الله في الغد مع ضيوفنا اللي نستضيفهم في البرنامج ونسلط الضوء اكثر على ما ما يحتوي مستشفى راشد وتفاصيل. من انجازات وتفاصيل هذا الحدث وتفاصيل الزميل يوسف سعد شاكرين لك تغطياتك المميزه وبالتوفيق شكرا شكرا دكتوره مي يعني انا في ختام هذه الحلقه ما املك الا ان اتوجه بالشكر الجزيل لك وابغي بس اذكر المستمعين ان التبرع بنص لتر من الدم يستغرق ما بين كم؟ سبع إلى عشر دقائق سبع إلى عشر دقائق ويساهم في إنقاذ حياة ثلاث أشخاص على الأقل شو بقولكم أكثر عن شيء؟ من سبع لعشر دقائق، جيت وسجلت وكذا، عملية التسجيل كلها بسيطة كلها، يعني ممكن الشغلة كلها ما تاخذ أكثر من عشرين دقيقة. يعني احنا دائما نقول خمسة وأربعين دقيقة في يعني في الزحمة. في الزحمه من بدايتها الى نهايتها يعني لان يخرج المتبرع طيب مثل ما خبرتكم البارحه مركز دبي للتبرع بالدم حاصل على الاعتماد الدولي منذ عام 2012 من الجمعيه الامريكيه لبنوك الدم اي بي وهي جمعيه صارمه جدا في اجراءاتها صارمه جدا في اعتماداتها التي تعطيها لمثل هذه المراكز دكتوره يعني انتم تقومون بعمل رائع جدا نتمنى لكم التوفيق من خلال هذه الحمله، شاكرين لك تواجدك معنا والمساهمه في توعيه المجتمع وجمهور نور دبي بهذه التفاصيل فكل التوفيق ان شاء الله. اجمعين ان شاء الله طيب المدخنين يستطيعون التبرع بالدم؟ نعم يستطيعون. اجاوب عنك انا صاير دكتور لاني مريض السكري من الدرجه اثنين ممكن يتبرع؟ مثل ما قلنا ممكن يتبرعون اذا ياخذون العلاج عن طريق حبوب وليس انسولين ويكون معدل السكر في يوم التبرع طبيعي, طبيعي. او مقبول بالنسبه لهم. اذا مستمعينا كانت هذه يعني حلقتنا اليوم ركزنا فيها على هذه الحمله الانسانيه النبيله الجميله التي نسعى من خلالها في هيئه الصحه بدبي الى تعزيز وتوعيه المجتمع بثقافه التبرع بالدم وهي ثقافه اصلا متاصله موجوده في المجتمع ولكن نحاول من خلال هذه الحمله التركيز على كافه المحاور والمعطيات الخاصة بهذا العطاء الإنساني وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا اليوم في الختام لا أملك إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيوفي في الاستوديو سواء دكتورة مي رؤوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم أو حتى من خلال الهاتف آه أيضا الشكر موصول لفريق آه الإعداد بقسم الإعلام بإدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الصحة بدبي في التنسيق أيضا شكرا لأشواق مسعد وكل الشكر لمخرجتنا آه اليوم آه ميثا بنبيات وأيضا هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي والى الملتقى في الغد ان شاء الله ما نتكلم عن مستشفى راشد وهذه الانجازات اللي صارت فيها ف ذاك الوقت نقول لكم دمتم بصحه وسعاده. صحه وسعاده بالتعاون مع هيئه الصحه بدبي.